بعد شكاوي المواطنين من غلاء اللحوم، قام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز بحملة تفتيش لمحلات بيع اللحوم، حيث تم تحديد السعر مما يتناسب مع الوضع المعيشي للمواطن. التفاصيل في التقرير الذي عدته الزميلة نحائم خالد. محافظة تعز بسبب الحصار الذي فرض عليها من قبل ميليشيا الحوثي واستمرت 5 سنوات ونيف، تغمس المدينة بغلاء في جميع المواد الغذائية ومنها اللحوم. فمكتب الصناعة والتجارة وصلت العديد من الشكاوي بأن سعر اللحوم وصلت من 10,000 ريال إلى 8,000 ريال للكيلو الموحد، فقامت بالنزول الميداني لمحلات بيع اللحوم وعملت أوزان لأحد العقول وتقدير المبلغ بما يتناسب مع دخل المواطن التقريبي والمحلات وما تعانيه المحافظة من حرب اقتصادية معلنة. بالنسبة لوضع الأسعار الآن في مدينة تعز، بتوجيهات مباشرة من الأخ أحمد عبد الكريم المجاهد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، تم التوجه إلى أحد الجزارين وتم عملية أنه تم مبايعة شراء أحد العقول وذبحها وتوزينها أمامكم الآن حتى يكون كل شيء واضح وأمام الناس، حتى نستطيع أن نضع حد للمغالين ونضع سعر محدد ينصف المستهلك وينصف بنفس الوقت صاحب المحل المجزرة. فكان نبض رأي محلات بيع اللحوم تشتكي من غلاء رؤوس الأغنام والأبرقار التي يأخذونها للذبح، مع ارتفاع قيمة الحوالات وصعوبة إدخال المواشي للمدينة، مما أدى إلى ارتفاع سعر كيلو اللحم بما يتناسب مع مبلغ الشراء. المعوقات حقنا من أسعار الغلاء هذه الأيام مع صرف الدولار والخرقيات حق المسافات حق الطريق والبيس اللي نحولها عبر الكريمي على سبب الأسعار 27%، يعني إحنا اليوم الرأس اللي نشله مثلا ب800 يروح علينا 1,150,000 مع الخرقيات حقه من داخل تهامة. طيب والأسعار كيف نعملها؟ كيف نخارج الناس؟ هل الناس بيتحملوا الغلاء؟ هل الناس بيقدر غلاءك من لما تجيب المسافة هذه كلها هنا؟ طيب احنا نشتي ايش؟ انه في دعم للمسافة اللي نروح به والاسعار الذي احنا دحين في به، وتجي يقولوا لك هنا غالي غالي. اليوم سعر الجيت 7,000 ريال، الرضيع 7، البقري سعره 5,000 يطلع علينا. تتفاقم معاناة المواطن ومعاناة حتى التاجر ومعاناة كل من يوجد في محافظة تعز، وذلك لسبب إطالة أمد الحرب والتضخم والأسعار المرتفعة. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.